طيب، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في الفصل الرابع اللي بيحكي عن استعراض المشاريع والوظائف. إن شاء الله اليوم بدنا يعني من الأهداف إنه إحنا نتعرف على كيفية آلية تفعيل الحسابات في منصة أبورك. كذلك بدنا نتعرف إيش الأدوات المتاحة في البحث عن الوظائف، كيف إنه نستعرضها، لأنه الفصل المتعلق باستعراض الوظائف. وكذلك بدنا نشوف ايش هي الفروقات بين الوظائف بالمبلغ الثابت وبنظام الساعة، والقدرة على فهم المعلومات المتصلة بالوظيفة المعلنة، انه احنا حنستعرض بعض الوظائف ونشوف ايش المعلومات المتصلة بها. اوكي، الان بعد ما انت عملت بروفايل على المنصات، ولنفترض انه على سبيل المثال منصة الابورك، عادة إنه يعني بيكون في فترة يعني بيحتاجها الموقع لتفعيل الحساب عشان إنه يتم التحقق من المعلومات اللي أنت قدمتها. طبعا هذا الكلام بيختلف من منصة لمنصة أخرى، طريقة يعني تفعيل الحساب أو اعتماد الحساب أو نسير إن الحساب هذا verified. في بعض المنصات بتتطلب إنه أنت تقدم الـ Identity Card أو بطاقة الهوية أو جواز السفر، او انه يعني انه يتحقق انه انت شخص حقيقي، فبيبعت لك كود وبطلب منك انه انت تكتبه على ورق وتتصور مع يعني تتصور مع الورقة هذه سيلفي. في العديد من الاشياء يعني اللي بتستخدم. في بعض المنصات الاخرى بتطلب منك انه يعني بتطلب انترفيو معك وبتسألك بعض الأسئلة الفنية، يعني تعتبر كاختبار. فهاي الشغلات انه بدك تحاول انه انت تكون صبور فيها وتحاول انه انت تجتهد فيها قدر الامكان، بحيث انه انت تفعل حساباتك على منصات العمل الحر لاحقا، ان شاء يعني عشان انه تستفيد من هذه المنصات وتقدر انه انت تحصل على وظائف عليها. تمام. ف يعني على سبيل المثال منصة الأبورك بدها تراجع الملفات الشخصية تبعت المستقلين وتتأكد من البيانات المدخلة. طبعا كذلك التحقق بيساهم في التقليل من نسخ المعلومات الملف الشخصي من حسابات أخرى. يعني على سبيل المثال السيرة المختصرة، للأسف في بعض الفريلانسرز بيستسهل الأمر، بروح بينسخ إنه جزئية البيو، بشوف بستعرض البروفايل بنسخ جزئية البيو تبعت حدا تاني وبحطها عنده. يعني فهذا الأمر مش مقبول. لازم يكون في عندك القدرة إنه أنت تكتب البيو تبعتك الخاصة فيك وتحاول تبرز فيها شو الشغلات اللي المتعلقة. طبعا احنا في درس سابق شرحنا يعني ايش هي الشغلات المفروض انه هي تكون موجودة في البيو. الآن لما أنت تنسخ بايو من شخص تاني وتحطها عندك، هو بيبرز إيش أبرز المهارات اللي إله، إيش الشغلات اللي بيستمتع فيها. فالآن بتصير أنت زي كأنه شخص مش حقيقي موجود على الإنترنت كفريلانسر مش حقيقي، وهذا يعني بيساهم في انعدام الثقة بين الزبائن والفريلانسرز. عشان هيك المنصة بتحاول إنه هي بقدر الإمكان إنه تقلل من هذا الشيء. تمام. كذلك بدها تتأكد من مناسبة مؤهلات المستقل للوظائف المعروضة في الموقع، إنه حسب شغلة معينة. في بعض المنصات كذلك إنه هي بتحكي إنه أنا في عندي العدد الكافي من هذا التخصص، الويب ديفلوبر على سبيل المثال، يعني إنه أنا في عندي كتير ويب ديفلوبرز، فبالتالي إنه مش راح أفعل لك حسابك. يعني فهذا جانب آخر، غير إنه تتأكد إنه فعلا إنه أنت عندك السكيلز المناسبة للويب ديفلوبر. وهيك إنه الأعضاء الجدد يعني بيتم تنظيم عملية التسجيل لهم. والهدف تبع المنصات إنه صار في توجه يعني توجه متزايد على العمل الحر، فبالتالي هي بتحاول تقنن من الفريلانسرز الموجودين عندهم، بسبب إنه يعني على سبيل المثال إنه أنا كزبون، يعني بسبب إنه على سبيل المثال إنه أنا طرحت وظيفة على المنصة، لما ألاقي أنا عندي 2000 مقدمين على الجوب هذه، 2000 فريلانسر، فهذا الشيء يعني يعني بيدخلني في حيرة وأنا بدي أفرز الطلبات تبعتهم. فعشان هيك إنه بتحاول المنصات
التقليل من الفريلانسرز اللي موجودين، وهي بتحافظ كذلك انه الفريلانسرز هدول انه اللي يكونوا متواجدين انه هم فعلا يكونوا اكتيف طوال الوقت على المنصة، بحيث انه يعني كنوع من ضبط الجودة يعني بالنسبة لإلها. طيب الآن أنت إذا واجهتك مشاكل في تفعيل حسابك على بعض المنصات، ففي عندك مجموعة من النصائح. يعني احرص على استكمال البيانات، كل البيانات أنت حطها، تأكد أنه ما فيش تكرار من بيانات الملف الشخصي، أنه البايو أنت مش ماخدها، أو ما فيش يعني نص مشابه للبايو هذه، أنه حاول أنه أنت تعدل عليها أكتر، تخصصها أكتر، تعطيها يعني طابع شخصي أكتر. الأعمال المعروضة قد تكون إنه هي مش كافية، حاول تحسينها. حاول تخصيص مجال التخصص، يعني ما تختار مجالات عامة، إنه أوكي أنا مش ويب، ويب عام، يعني بدك تخصص في يعني في المجال العمل تبعك. يعني على سبيل المثال إنه أنا أوكي ويب، بس ما بشتغل إلا بالكودجنيتر أو لارافيل، او ما بشتغل الا بالنود جي اس، يعني انا هذا هو التركيز تبعي، او فرونت اند او باك اند، مثل هيك. يعني ممكن انه انت تغير مجال العمل مؤقت، يعني بحيث انه انت يعني يكون في عندك مساحة، او بالاحرى المنصة نفسها انه تكون في مساحة لفريلانسرز في هذا المجال. يعني فانت ممكن تحول عليه مؤقت، بحيث انه انت تفعل الحساب تبعك، بعديها انه انت ممكن يعني تركز على التخصص تبعك. كذلك ممكن تغير في سعر الساعة، كذلك هذا معيار بينظر له يعني اصحاب المنصات او المنصات نفسها في حد ذاتها، انه بتيجي بتحكي لك انه اوكي في عنا فريلانسرز كتير من هذا التخصص، والافريج تبع السعر تبعهم هالقد، وانت حاطط سعر عالي، فبالتالي انت جديد وحاطط سعر عالي، ف لا مش حتقدم شغلة جديدة. يعني هيك بتنظر للأمر. لكن لو أنت مثلا ممكن تنافس بالسعر، فأوكي يعني هذه شغلة ممكن تساهم في قبول البروفايل تبعك. تأكد من وضوح الصورة الشخصية، تمام، حاول إنه هي تكون حسب المعايير. ممكن كذلك في بعض العديد من المنصات إنه يعني بتقدم اختبارات، حاول إنه أنت تنجز بعض من هذه الاختبارات. وآخر حاجة إنه ما تيأس، بدك تضلك إنه أنت تحاول وتحاول وتحاول. يعني في كتير بحكي لك إنه أنا جربت وفعلتش الحساب عندي على المنصة وخلاص مش قادر وعندي إحباط، لا بدك تحاول وتضلك تحاول وتحاول وتحاول. في كتير من الحالات اللي أنا بعرفها إنه يعني كاد أن يستسلم، وفي الأخير إنه تم قبول البروفايل تبعه. فأنت لا، ما يعني هي بس بدها شوية صبر، وإن شاء الله بتكون الأمور تمام. أوكي طيب، أوكي الحساب تبعي تفعل وكل الأمور تمام، وعملت البروفايل وكل الأمور تمام. الآن بدي وظائف، بدي أبحث عن وظائف. في أنت عندك طريقتين، تمام، عشان أنت تصل للوظائف هدول. في عندك طريقتين. الطريقة الأولى لاستعراض الوظائف حسب الفئة طبعا بطبيعة الحال، والطريقة الثانية انه انت تبحث عن الوظائف، يعني تدخل كلمات بحث وتبحث عن الوظائف هدول. نيجي للطريقة الأولى، استعراض الوظائف. فهذه الحالة انه تظهر لك كافة الوظائف، وبتكون مصنفة حسب تصنيفات معينة، وهذه كتير يسهل عليك في استعراض الوظائف، تمام. فبالتالي انت ممكن انه يعني ما في داعي، يعني ما بتضطر انه تعرض كل الوظائف، لا بدي انا وظائف في كاتيجوري معينة، فبتسهل عليك. لكن في نفس الوقت ممكن انه في الكاتيجوري هذه انه هتلاقي في كتير من الوظائف موجود فيها، فبالتالي انه هتلاقي صعوبة في انه انت تحصر هذه الوظائف، فبالتالي ممكن يكون السيرش افضل. ممكن انت يعني تستعرض الطريقتين، يعني او تستخدم الطريقتين في الوصول للوظائف، يعني من ناحية استعراض الوظائف ومن ناحية البحث عن الوظائف. يعني نشوف كيف طريقة استعراض الوظائف في منصة مستقل. يعني هاي أي المشاريع المطروحة في منصة مستقل، يعني mustaqil.com/projects، وهنا التصنيفات. فهيك أنت بتستعرض فعليا كل المشاريع. طيب انت عندك البيجز لغاية 5 صفحات،
وبعد الخمسة هتلاقي إن عمل لك بيج جديدة وهكذا، تمام؟ فكل مرة إنه بيجيب لك بيجز جديدة، فأنت عندك يعني مشاريع كتيرة في تخصصات مختلفة. الآن أنت ممكن تبدأ إنه تخصص، على سبيل المثال إنه ماشي أوكي بدي، يعني أنا بدي أشوف لي حدا يعني محتاج لتدريب أو تعليم عن بعد، أشرح له شغلة معينة، أنا في عندي مهارة معينة في شغلة معينة، بدي أشوف حدا أشرح له شغلة يعني معينة. فممكن إنه أنت تبدأ تستعرض في هاي الكاتيجوري، فبالتالي بس بعرض لك لهذه الكاتيجوري. يعني هنا مطلوب حدا يعطي دورة خاصة لبرمجة وتصميم الألعاب للأطفال باستخدام سكراتش. في وظائف كتير، يعني تدريب على إنشاء قناة يوتيوب، تصميم درس معين في المنهج السعودي، شرح تقرير وتنفيذ نموذج عليه بالبايثون، هنا إعداد حقيقة تدريبية، كتير في شغلات في هذا الأمر. ممكن إنه أنت تعرض أكثر من كاتيجوري، يعني على سبيل المثال إنه بدي تدريب وهنا بدي برضه كذلك تصميم. لا يحبذ هذه الطريقة، يعني لأنه أنت بتشتت تركيزك أنت. فممكن أنت إيش تسوي بعد ما خلصت الوظائف اللي في التدريب؟ أنت مش مم... إيش ممكن خلاص بتشيل التشيك عليها وبتركز على موضوع التصميم زي هيك، تمام؟ وهنا انت بتحدد مدة التسليم، انه انا بدي اياها انه يعني بدي بروجكت سريع بخلصه في اقل من اسبوع، او من اسبوع لاسبوعين، من اسبوعين لشهر وهكذا. فهيك انت بتحدد انه انت قديش المساحة اللي انت بدك تشتغل فيها في المشروع، وهنا كذلك الميزانية انه انت ممكن تتحرك فيها وتعمل فلترة للمشاريع حسب الميزانية. أوكي، طبعا هنا الترتيب إنه حسب الأحدث أو الأقدم، الأقل عروضا الأكثر عروضا، هذه برضو كذلك مفيدة لإلك، لأنه على سبيل المثال إنه تعال تصميم سيرة ذاتية بالعربية والإنجليزية، هذا في عنده 28 عرض، هذا 36 عرض. هنا بوست متحرك لخدمة توصيل طلبات الطعام، هذا 10 عروض. فهذه حسب الأحدث. الآن بدي أشوف حسب الأقل عروض، هذا يعني تصميم عدسات لبرنامج لينز ستوديو، هذا عنده عرض واحد. هنا تصميم فريش لبرنامج بروكرييت، عرضين وهكذا. فبالتالي انه حسب الأقل عروض. اوكي، بدك تشوف ايش هي المشاريع الأكثر عروضا، عشان انه انت فعلا انه تصميم لوجو وهوية، يعني موضوع تصميم اللوجو كتير بتلاقي في مصممين بيشتغلوا على هذه الشغلة، فهاي انه راح تلاقي في عليها يعني عروض كتيرة، يعني زي هيك تصميم لوجو لقناة يوتيوب، تصميم فيلا مكونة من دورين، تصميمات كتيرة. اوكي، هذه طريقة استعراض المشاريع طبعا حسب الفئة. فالآن يعني كل ما انت تغير على سبيل، يعني هنا بتغير انت عندك في اليو ار ال انه projects category بتساوي design، وهنا ممكن انه انت بدك شغلات متعلقة بالتسويق، الكاتيجوري صارت marketing، والبادجت هي بتتحدد هنا، فكله بتحدد انت عندك هنا وهنا انه الاكثر عروضا، هنا الأحداث اللي هو الديفولت. أوكي، فهاي طريقة استعراض العروض في منصة مستقل. طبعا الكاتيجوريز هذه زي ما حكيت لك باليو ار ال هي موجودة زي هيك، لو فتحتها برضو بيفتح لك على مشاريع الترانسليشن لو فتحناها، برضه مفتح لك شغالة هذه الروابط. اوكي، بتلاقي انه هو عامل لك تك هنا على مشاريع الكتابة والترجمة والتحرير وكل الشغلات هاي. طبعا هذا الكلام في منصة الابورك، هنا ممكن تستعرض على الجوب كاتيجوري،
اوكي، فهنا بروح بحولك انه سلاش فريلانس جوبز. فالفريلانس جوب هنا استعرض لك الكاتيجوري. الكاتيجوري هذه استعرضناها مرارا وتكرارا في محاضرات سابقة. فأنت الآن على سبيل المثال بدك شغلات متعلقة بالديتا ادمنستريشن، داتابيز ادمنستريشن جوبز، فهاي الوظيفة تمام، وهي الديسكريبشن تبعها، وهذه السكيلز المطلوبة فيها يعني. أو يعني خليني برضو أستعرض لك يعني في مشاريع البرمجة في مستقل. خلينا نرجع لمستقل، إنه إحنا في الاستعراض بدنا نستعرض يعني إنه على سبيل المثال إنه حدا بده يعني صفحة ويب، بيقدر من خلالها يتعرف على ثيم أو البلاجينز اللي موجودة في مواقع ووردبريس. يعني على بالمناسبة في تولز على الويب سايت ممكن تعمل هاي الشغلة يعني. فهو فعليا إنه بده ويب سايت يقدر يعرف إيش، أو بده صفحة ويب بيقدر من خلالها يعرف إيش الثيم اللي بيستخدمه ويب سايت معين يعني. فهنا تعال اطلع على السكيلز المطلوبة، هاي المهارات PHP HTML JavaScript MySQL زي هيك. الآن أنت بتشوف هذه هي موجودة عندي ولا لا، تمام؟ الآن هذه حنرجع لها بعدين في إنه أنت تحدد إنه آه والله مثلا على سبيل المثال أنا عندي كل هدول ما عدا الوورد بريس ما عندي فكرة مثلا مثل هيك. هيك بيساعدك إنه أنت بتقول إنه آه والله مشاريع المتعلقة في الويب إنه بتتطلب مني مهارات معينة، أنت تشوف إيش هي المهارات الناقصة اللي موجودة عندك. الآن بخصوص الـ Upwork نرجع هنا، هاي Database Administration، هاي الوصف تبع The Foundation المؤسسة، طبعا هذه عبارة عن مؤسسة بتحتاج لـ Database Administrator، تمام؟ وهذه بالساعة، نظام وظيفة بالساعة، هنرجع لها برضو هذه الشغلات، بس خليني أركز على الـ Skills. Database Design Jobs، Database Optimization Job، Migration، فهذه Database Programming Jobs، فهذه عبارة عن الـ Skills أنت بتشوف إنه هي موجودة عندك ولا لا، تمام؟ هنا كذلك قديش بتشوف الـ Proposal. هنا بقسم لك اياها لفئات، ما بعطي لك الرقم تحديدا، بحكي لك انه في اقل من 5 بروبوزلز هنا، انه اخر مره شافها الكلاينت قبل يوم وقاعد بيعمل انترفيوينج لثلاثة من الخمسه، وارسل انفيتيشن لثمانية مش كلهم استجابوا طبعا، ان انسرد انفيتيشن 6. اوكي، هذه كلها مؤشرات حنشوفها في اختيار الوظيفة يعني، حنشوفها من بعد. لكن الفكرة في الموضوع انه هيك انت بتستعرض كل الوظائف المتعلقة بالداتابيز ادمنستريشن، تروح على الوظيفة اللي وراها انه بده حدا بشكل ايرجنت، عنده يعني سكيل معينة في الداتابيز، حدا بده بالكريستال يعني يعمل له تقارير من الداتابيز باستخدام الكريستال ريبورتس اند سو اون. فهيك انت بتستعرض في مجال معين، ممكن تغير على مجال تاني. اوكي، انا عندي خبرة في الداتابيز ادمنستريشن، بدي كذلك عندي خبرة في النتورك ادمنستريشن، فبستعرض الوظائف المتعلقة بالنتورك ادمنستريشن. سيرفر سيكيورتي اكسبرت، بده حدا انه يأمن له السيرفر تبعه. كمبيوتر نتوركينج، على هذا السوفت وير هنا حدا بده اياه يشتغل بارت تايم اي تي كلاينت بروجكت انجينير، فهنا بيحتاج انه يشتغل معاه عن بعد ك يعني تقريبا يعني من 10 ل 30 ساعة في الأسبوع مطلوبة انه انت تشتغل معاه. هاي تفاصيل الوظيفة هذه وإيش السكيلز المطلوبة، إنه أنت لازم يكون في عندك معرفة بالـ DNS والـ DHCP والـ Active Directory والـ VMware، شغلات متعلقة بالـ Networking وكل الأمور هاي.
ممكن نروح على كاتيجوري تانية نستعرض فيها وظائف، شغلات متعلقة بالأنيميشن على سبيل المثال، هذه ضمن الديزاين. هنا بتلاقي إنه السكيلز المطلوبة: فيديو برودكشن، فيديو إديتينج، أنيميشن، إلستريشن، أنيميشن، 3D أنيميشن، جرافيك ديزاين، أنيميشن. بتلاحظ إنه أوكي، هيك أنت بتقدر تشوف إنه والله السكيلز هذه المطلوبة في هذه الفئة إنه مطلوبة عندي ولا لا. في سكيلز إنه بتلاقيها إنه مطلوبة بشكل مشترك بين كل الوظائف هذه، هل هي موجودة عندي ولا لا؟ فهيك أنت يعني ممكن تاخذ قرار: والله في سكيل مطلوبة كتير ولكن مش موجودة عندي، يعني فبدي أطور حالي فيها. إذا أنت بدك تدخل هذا التراك، تمام؟ أوكي، فهذه من خلال إنه الفريلانسينج جوبز، فبعرض لك إنه الوظائف، وبرضو ممكن إنه أنت تعملها سورت هنا على الموست ريليفانت او النيوست. هنا برضو السورت كذلك، انه النيوست انه الشغل، الوظائف الجديدة المطروحة. الوظائف الجديدة المطروحة عادة انه بتكون انه عليها العروض اقل، فبالتالي انت بتكون من اوائل الناس اللي بيقدموا لها. فهذا التكنيك كتير مهم جدا في استعراض الوظائف، موجود في مستقل وموجود في الابورك، تمام؟ طبعا المجالات اللي موجودة في الأب وورك احنا استعرضناها سابقا مرارا وتكرارا: الداتا ساينس، الديزاين، الويب والموبايل والسوفت وير ديفلوبمنت. هذول كلهم عطتهم في كاتيجوري واحدة، شغلة متعلقة بالاركتكتشرال انجينيرينج، بالترانسليشن، بالرايتنج. كل الشغلات هذه استعرضناها مرارا وتكرارا، وانت ممكن تستعرضها بنفسك. الآن خلينا نشوف النوع الثاني، انه انت تبحث عن وظيفة معينة، تمام؟ في من خلال البحث انه بتمكنك انه ادوات العمل الحر او من المنصات تحديدا، يعني انه انت تبحث عن وظائف معلنة وتدخل فيها كلمات مفتاحية. يعني على سبيل المثال انا بعرف لارافيل، بدي كل مشاريع لارافيل على سبيل المثال، يعني زي هيك. فبالتالي زي كأنه انت الكيورد تبعتك بدي اياك تتخيلها انه هي زي سكيل، فبالتالي انه بتقدر انه انت فعليا تعمل ماتش. يعني هو فعليا بيعمل اوكي. يعني هنا انا اللي بقصده انه انت الكيورد انه ممكن انت تعملها كماتش، يعني تكون انه جزء من التايتل او جزء من الديسكريبشن او جزء من السكيل، هيك انه انت تخيلها. يعني هو في الحقيقة إنه يعني هنا looking for long term animator. هذه يعني هو يعني في هو في معايير معينة يفترض إنه الكلاينتس يلتزموا فيها. يعني أنا شفتها إنه منصة الأبورك حطاها بخصوص اختيار التايتل تبع المشاريع، بس الكلاينتس زيهم زي يعني مثلهم مثل ما بيلتزموا بهاي المعايير. يعني في يعني بعض يعني بعضهم ما بيلتزم بهاي المعايير، فبتلاقي إنه حاطط شغلات كتيرة انه في التايتل يفترض انه ما تكونش انه هي كتايتل لجوب هو او تاسك بده اياها. يعني developer needed for creating an animation with descent، لا، يفترض انه تكون الجوب تايتل ال descent animator مثلا، او descent skill، يعني او animator with descent skill مثلا، زي هيك. اوكي، الآن في كذلك عندك خاصية الفلتر اللي ممكن من خلالها إنه أنت تعمل تركيز أكتر للمشاريع. الآن جزئية الفلتر هذه خليني أوريكم إياها هنا. الفلتر أعتقد إنه لازم أنا أدخل بحسابي، فخليني أدخل بحسابي هنا.
اوكي طيب، ممكن اعمل هنا هذه سيرش سابق انا دخلته، فممكن ادخله هنا. فمثلا على سبيل المثال ممكن ادور على الوظائف المتعلقة بالكمبيوتر فيجن، اوكي. والان هنا بنختار انه حسب الريليفنس او النيوست الاحدث، الكلاينت سبيند او الكلاينت ريتنج برتب لي اياهم حسب، هنا في معايير اضافيه بعد ما دخلت بحسابي تمام. وهنا انت ممكن تعرض انه كومباكت فيو او اكسباندد، شوف الكومباكت فيو بعرض لك بس تايتل انه زي هيك تمام. انت بتعلم عليها زي هيك بروح بيظهر لك انه ايش السكيلز المطلوبة، كوبي رايتنج، كونتنت رايتنج تمام. وهذه شغلات انه هنا كوبي رايت، كوبي رايتر فور ديب تك ستارت اب، شركات ناشئة. حتلاقي شركات ناشئة كتير في هذا الاطار تمام. هنا برضو بعرض لك انه قديش انه انفق هذا الكلاينت، عشان هيك انت في عندك يعني ممكن انه تجيب منه مين هم الكلاينت اللي ارتب لي اياهم حسب الكلاينت اللي انفقوا اكتر اشي. فهذا انفق اكتر من 80,000، هذا مخفي الانفاق تبعه، هذا 800,000 زي هيك. تمام. الآن ممكن إنه أنت تعمل، يعني أنت عندك حوالي 425 جوب متاحة في الكمبيوتر فيجن إنه أنت ممكن تشوفها. يعني على سبيل المثال أنا والله هذه عجبتني، بدي أشوف أطلع عليها فيما بعد. هنا تيم ليد ابرنتس في بلد معينة، لا مش هيظبط. داتا ساينس كمبيوتر فيجن اكسبرت اوكي، وهذا انفق فا اوكي ممكن احطها من ضمن السيفد جوبس محطوطة عندي سابقا، فبالتالي انه انا ممكن اطلع عليها بالديتيلز. هيك انت بتعمل سكرينينج للجوبس بهاي الطريقة. فهي هذه عملت لها انه حضفتها انا عندي ضمن السيفد جوبس الجوب سيف كوماند فيلد. اوكي يبدو انه في اشكالية، هذه انا عملت لها سيف. ممكن نعمل واحدة تانية نستعرض اللي بعده. بزنس اناليست ماشين ليرنينج كمبيوتر فيجن اي اي انجينير ان ادفيرسري رول، انه الوظيفة تبعته اشرافية، عادي كتير مناسبة يعني على سبيل المثال بالنسبة لي، ف انه احفظها بهذا الشكل. اوكي الان ممكن انه هاي الكاتيجوريز كلها تمام، ممكن انه انا اعمل فلتر انه انا بدي اياها بنظام الساعة او نظام الفيكست برايس، وممكن اختار انه حسب الليفل هيك انا بدي اياهم انه كلهم انترميديت زي هيك. فهنا عندي 192 وظيفة، وهنا انا ممكن استهدف كلاينتس معينة، كلاينت على سبيل المثال انه ما استأجر قبل هيك اي فريلانسر، فبالتالي انه يعني هذا كلاينت جديد على المنصة، ممكن انه انا استهدفه اعمل له عروض خاصة شغلة مثل هيك. يعني كذلك المنصة انه بتحكي انه يعني كل التشجيع، يعني في بعض الاحيان بتحكي انه اذا كان الكلاينت نيو وكان الفريلانسر نيو بتديهم خصم، حتى نسبة الكوميشن اللي هي راح تاخدها يعني ما يعني بتعفيهم منها. فبالتالي في ميزات كتيرة لهاي الشغلة، عشان هيك انت ممكن انه تركز عليها في استعراض الوظائف. لازم الشغلات هذه الخبايا اللي بتكون خاصة في المنصة انه انت تكون عارفها، بحيث انه انت فعلا تستغلها وتستفيد منها تمام. هنا ممكن انت تدور على حدا انه زبون
قبل هيك استأجر من 1 لـ9 فريلانسرز زي هيك. هنا بتستعرض انه ممكن تفلتر المشاريع حسب البروبوزلز، فبالتالي انا بدي المشاريع اللي عليها انه اقل بروبوزل، اقل من 5 يعني زي هيك، فهيك بجيب لي اياهم كلهم. هذه بركز عليهم، هذه كتير بتساعدك تا عندك في السيرش او في الاستهداف. هنا البادجت انه انت ممكن تحددها طبعا، يعني ممكن انت في البداية انه اوكي ما تفلترش على هاي الشغلة، لكن فيما بعد انه بتصير تقول انه اي مشروع اقل يعني اقل من $100 هذا انا ما بدي اشتغله. لا لا، بده ان الريج تبعي بدي احدد انه من 500 فيما فوق مثلا، يعني من 500 ل $1000، او ممكن انه انت تحط هدول الفئتين زي هيك. تمام، فهيك بفلتر لك المشاريع، فبيصير انت عندك عدد المشاريع اللي انت هاي 21 كان من 400 صار 21، هدول الواحد عفوا 41، فهدول الـ41 انت بتركز عليهم اكتر، ممكن تكتب لهم بروبوزل اللي هو موضوع محاضرتنا القادمة ان شاء الله. تمام، هنا انت بتختار انه يعني عدد الساعات المطلوبة في الاسبوع، يعني عدد الساعات احنا حكينا فيه سابقا انه اقل من 30 واعلى من 30، هذا هو الحد المعتمد في الابورك، وذكرنا كذلك انه عدد الساعات المعتمدة يعني حسب قانون العمل في العديد من الدول من 35 ساعة ل 40 ساعة، فبالتالي هيك انت ممكن تعتبر حالك انت بتدور على بارت تايم، هيك انت بتدور على فول تايم، طلع لها بهذا الشكل يعني. اوكي، وهنا بالنسبه للبروجكت ديوريشن او اللينث تبعه انه اقل من شهر، من شهر لثلاث شهور زي هيك، انه تستعرض المشاريع. فكلهم بيمنت فيريفايد بالمناسبه، ما في حدا انا يعني هنا في هذا التراك او في هذا الفلتر انه مش انه فيريفايد. فهذه الفلترز اللي ممكن انه انت تسويها يعني في الابورك. بهيك احنا بنكون شفنا فعليا كيف انه انت تطبق الفلترز في منصتين اللي هو الابورك والفريلانسنج عفوا المستقل دوت كوم. باقي المنصات نفس الفكرة بالضبط، يعني ممكن انه انت يعني تستخدم الفلتر فيها بكفاءة وتركز البحث تبعك، وتلاقي حالك بدل ما انت بتستعرض مثلا كل يوم، هو هذه الشغلة انه بدك تخليها في عين الاعتبار، انت بدك تعمل بيدنج لمشاريع، بدك تدور على وظائف، بدل ما انه انت مثلا على سبيل المثال انه تلاقي حالك في عندك 20 وظيفة كل يوم بدك تكتب لها بروبوزل، لا مستحيل، بدك على الاقل تكتب لك 2-3 بروبوزل مثلا، او تعد 2-3 بروبوزل وتركز السيرش تبعك، يعني لانه في ليميت لهي الشغلة انه انت بتكتب بروبوزل وما بتحصل على وظائف، لا بدك انه يكون تنتقي الوظيفة اللي فعلا بتكتب لها بروبوزل. طبعا هذه سكرين شوتس للشغلات اللي احنا شرحناها. طبعا هذا شرح للكلام اللي احنا حكينا اقل من اسبوع الميزانية لمنصة المستقل، وهذا لمنصة الفريلانسينج والفلتر اللي موجود فيها الشرح تبعه. تمام، الان يعني ممكن نفصل اكتر هنا الجوب تايب، هل هي من مبلغ ثابت ولا بالساعة، مستوى الخبرة المطلوب، هذه شغلة كتير مهمة، انت عندك مبتدأ متوسط خبير، هذا الفلتر موجود انت عندك، انه الكلاينت هيستوري كذلك والكلاينت انفورميشن ممكن انت تحط يعني تطلع عليهم هذه المعلومات، عدد البروبوزل، البادجت، هذه كلها احنا اوريدي شرحناها. اوكي، التحديات اللي بتواجهك في البحث عن وظائف انه وجود عدد ضخم جدا من العروض اللي موجودة، ولكن بالفلتر يعني ممكن انه تحل الامر. الان في شغلة تانية اللي هي اختلاف وتباين الاسعار في الوظائف المعروضة، يعني بتلاقي انه وظيفة بتطلب مثلا مجهود معين معروضة مثلا في عند فري عند كلاينت مثلا معروضة ب 500، عند كلاينت تاني بتلاقيها ب 100. طبعا في اسباب عديده لهذه الشغله، يعني اولها ميزانيه الكلاينت، الكلاينت يعني هو بيكون راصد ميزانيه حسب الانفاق تبعه، طبعا اذا ميزانيه الكلاينت ما بتناسبك خلاص يعني ما لا تتعب نفسك في هذا الامر يعني. لكن في سبب تاني ممكن يكون يعني وجيه او انه يعني
له تأثير بشكل كبير، اللي هو مستوى المعيشة. يعني على سبيل المثال بنرجع نضرب المثل إنه أنت في بلد معين على 500 دولار ما بتعملش ولا حاجة، لكن في بلد تاني ال 100 دولار يعني بتعمل لك أشياء كتير كتير كتيرة. فعشان هيك إنه في بتلاقي اختلاف البادجت، إنه في لبعض الوظائف بتكون إنه يعني متباينة فعلا. ممكن إنه تكون في وظائف كتير ممتازة، ولكن إنه في عندك مهارات ناقصة بدك تحاول إنه أنت تستكملها في هذا الموضوع. بس هاي النقاط الثلاثة. تمام، الآن نيجي لجزئية إنه أنواع الوظائف الموجودة، تصنيفها إنه حسب الوظيفة، هل هي من المبلغ الثابت أو وظيفة بالساعة. المبلغ الثابت باختصار شديد إنه أنا مثلا باجي بقول إنه المشروع هذا مطلوب منك تعمل فيه 1 2 3، هدول كلهم على بعضهم بدك تسوي لي إياه ب$350. أوكي تمام. في مشروع تاني بحكي لك إنه أوكي بدنا إحنا حدا يشتغل 10 ساعات في الأسبوع، وسعر الساعة مثلا $15 بير أور زي هيك. تمام، والليمت أو الحد تبعك إنه 10 ساعات في الأسبوع. اتش أوكي، 10 ساعات في الأسبوع. فهذا نوع وهذا نوع. طب ليش هذا موجود وليش هذا موجود؟ طبعا حسب طبيعة التاسك وحسب الوظيفة وحسب إنه في شغلات واضحة فيها أو لا. يعني خلينا نستعرض النوع الأول، الوظائف من المبلغ الثابت. خلاص أنا برصد ميزانية معينة، هذا المشروع يعني كله على بعضه. أنا ما بيعنيني إنه أنت قديش بياخد معك وقت، يعني ممكن إنه حدا يشتغل لي إياه في أسبوع، ممكن حدا تاني يشتغل لي إياه في شهر حسب إمكانياته. بس يعني أنا ما بيعنيني هذه الشغلة. أنا بيعنيني إنه المشروع كله بالكامل إنه $500 أنجزته. تمام، طبعا لازم نحط إطار زمني لتنفيذه أكيد بطبيعة الحال، لكن إنه ممكن فريلانسر يكون أسرع في تنفيذه من فريلانسر تاني. فبالتالي إنه بيتم وضع مبلغ محدد وثابت للوظيفة هذه. تمام، وبصير كونتراكت، ولما تيجي تسلم الشغل إنه بيتم يعني أول ما يصير الكونتراكت بتتحول الفلوس على المنصة، ولما يصير الشغل ساعتها إنه المنصة بتعطي، أو لما تسلم الشغل ساعتها المنصة إنه بتحول لك الفلوس. طيب إيش الميزات؟ طبعا الحماية اللي بتقدمها منصات العمل الحر، يعني زي ما حكيت إنه الأموال بتبقى معلقة بين العميل والمستقل، إنه بتنتقل من العميل للمنصة. تمام، وبعد ما يتم إنجاز العمل بيتم المنصة بتنقله للفريلانسر، بالإضافة ل إنه المنصة ممكن إنه هي تتدخل في فض النزاعات لو صارت لا سمح الله. في شغلة تانية مفيدة اللي هي المايلستونز، وهذه كتير ممتازة. أوكي ماشي، اتفقنا $500، ولكن هات الـ500 دولار بدنا نقسمها لثلاث أجزاء، 100 مثلا على سبيل المثال، 200 مثلا، أو يعني المتبقي يعني حوالي كمان، يعني ممكن إنه نقسمها إنه 150 كمان، وآخر حاجة 50. هدول 4 مايلستون زي هيك. فبتعمل بريك داون للمشروع لـ4 مراحل. في المرحلة الأولى راح أسلمك كذا وكذا، خلصتهم سلمتك إياهم لازم تديني الدفعة. المرحلة الثانية إنه سلمتك كذا، تمام، خلصتهم تديني الدفعة الثانية وهكذا. فبالتالي إنه هذه الشغلة مدعومة في المنصات، يعني أغلب المنصات، وبتكون مريحة جدا خاصة في المشاريع الكبيرة. إنه والله في عندي مشروع مثلا بـ2000 دولار، بدل ما أنت تضلك تستنى 6 شهور والـ2000 دولار إنه يدفع لك إياهم دفعة واحدة، وانت بتكون انه هيك يعني مش مطمن، لا يعني بنقسمهم لمايلستونز، بنعملهم بريك داون، وبصير انه انا كل ما سلمك جزئية بتديني دفعة بهذا الشكل. تمام، هذه شغلة كتير مهمة. بس الفكرة هنا انه انت الادرى في الشغل، فبالتالي انه ممكن انه انت تقترح مايلستون وتعمل بريك داون، وهذه سكيل
برضو احنا نتعرض لها ان شاء الله في المحاضرة تبعتنا. اوكي، النوع الثاني، يعني هاي سلايد مكررة. النوع الثاني اللي هو الوظائف اللي بالساعة، الأورلي جوبس. هذا النوع يعني بطريقة الاحتساب تبعته مختلفة، إنه كل ساعة أنت بتشتغلها، كل ساعة عمل طبعا بتشتغلها لإنجاز المشروع بدفع لك عليها، تمام؟ وهي بتكون مفيدة في حال إنه كان العمل مستمر وحجم العمل المطلوب غير واضح، يعني مش معروف، يعني إنه مش معروف، يعني أنت طالب مني شغل، مش عارف يعني أنا أقدر له ساعات، فبالتالي ممكن نروح بهذا الاتجاه، وبعديها بعد ما توضح الأمور ممكن ننتقل للفيكست برايس أو النوع الثاني من الاحتساب. فبالتالي إنه يعني ممكن تنتقل من هيك لهيك. بالمناسبة يعني ممكن الانتقال بين الطريقتين، يعني هذه يعني هي يعني الشغلات هذه فيش فيها صح وغلط. يعني على سبيل المثال، أنا طورت نظام لزبون، والنظام هذا على سبيل المثال استغرقت فيه 3 شهور وأخذت عليه 1300 دولار، أوكي، وسلمته إياك وتمام، متفقين على هذه الشغلة، وعملنا بريك داون لمايلستونز وكل الأمور تمام. بس بعد هيك هو محتاج دعم فني، مثلا على سبيل المثال، أو صيانة. ساعتها إنه بنحكي إنه يعني بننتقل لنظام الساعة، بحكي له كل ساعة دعم فني بتكون ب20 دولار، زي هيك، أو كل ساعة صيانة أنا بعمل لك إياها مثلا ب15 دولار. فبالتالي إنه أنت ممكن إنه أنت تنتقل من نظام مع نفس الزبون ومع نفس البروجكت، من نظام دفع لنظام دفع تاني، من نظام إنه الثابت لنظام الساعات. وممكن يكون العكس، إنه أنت في البداية بتكون الأمور عندك مش واضحة، فبتحكي انه اوكي ممكن نروح بهذا الاطار، انا مش عارف قديش ياخذ معي. انت بتطلب مني على سبيل المثال اعمل ديباج لكود، وفعليا انا مش عارف قديش البجز اللي موجودة في الكود، ومش عارف قديش راح ياخذ معي وقت، فبالتالي صعب جدا اقدر اقول لك اوكي بحلل لك كل البجز بمبلغ 300 دولار. شو بعرفني شو قديش البجز اللي موجودة، وعشان اطلع فيها بتطلب مني انه انا اشتغل، وتايم از ماني. فخلينا نروح باتجاه الساعات اول، تمام، وساعتها انه يعني بعمل لك استيميشن لكل البجز، قديش باجي بقول لك آه والله هذا في بج كذا وكذا وكذا. او ممكن تكون الامور برضو انه انت بتحل بج بروح بيطلع لك بج تاني، فبالتالي هاي الشغلة مش واضحة، فبالتالي ممكن انه انت تضلك بنظام الساعات لغاية لما انت توضح الامور عندك وتنتقل يعني لنظام يعني تكلفة مختلف اللي هو النظام الثابت، زي هيك اذا وضحت معك الامور. فالانتقال بين هدول يعني في مرونة، وطبعا كل واحدة لإلهم انه في لها ميزة حسب التاسك المطلوبة. اوكي، الآن أنت بعد ما إنه أنت تتفق على العمل بهاي الطريقة، بده يصير اتفاق على سعر الساعة. وسعر الساعة إحنا حكينا فيه إنه سابقا، يعني إنه يعني أنت ممكن إنه يعني أنت لما عملت البروفايل تبعك حددت إنه أنت قديش سعر الساعة تبعتك، وأديتكم جايد لاينز إنه أنت إذا كان مبتدئ يكون يفترض الرينج تبعك هالقد، وإذا كنت أنت يعني انترميديت أو إكسبرت انه قديش رينج الاسعار الخاصه فيك. الان الاسعار هذه مش بالضروره انه انت تتقيد فيها، يعني على سبيل المثال انا حاطط سعر الساعه عندي 28 دولار للساعه، لكن اجاني مشروع ممكن اشتغله ب 35، يعني بتفاوض مع الزبون بقول لا هذا حجم الشغل انه يعني 35 للساعه، او ممكن مشروع تاني اجي اقول اوكي ب 15 بيمشي الحال 20. اوكي، فهاي انه مش بالضرورة انه يكون نفس السعر الساعة اللي انت حاطه في البروفايل تبعك، انه بيكون عند التعاقد بيتم تحديد سعر الساعة.
طبعا هذا له ميزات برضو كذلك، برضو هنا في ضمان لحصول الأموال، لأنه أنت كل ساعة عمل بتشتغلها بأنه بيتم دفعها، وحسب المنصة يعني بيتم التحاسب عليها بشكل أسبوعي. يعني على سبيل المثال أنه الأسبوع هذا أنا اشتغلت مجموعة من الساعات بيتم اعتمادها، تمام، وبيكون في مع الزبون للأسبوع القادم أنه هو يراجع إذا في شغلة معينة. خلص الأسبوع هذا خلاص أنه هذه الساعات بيتم تحويلها لحسابي أنا على منصة أبورك أو منصة الفريلانسينج دوت كوم مثلا على سبيل المثال. فبالتالي بيتم التحاسب لإلها أو عليها بنظام أسبوعي. تمام. وكذلك يعني للزبون المنصة بتوفر ضمان إنه الساعة اللي بينجزها الكلاينت أو عفوا الفريلانسر إنه ساعة عمل فعلا، يبقى كل ساعة عمل بدفعها الزبون هي فعلا انه يعني ساعة تم انجاز عمل فيها، وبالتالي انه لازم تكون مدفوعة. فبالتالي الزبون ايش الضمان بالنسبة له؟ الضمان بالنسبة له هو التايم تراكر اللي موجود عندك في المنصات. يعني كل منصة في لها تايم تراكر او برنامج على ديسكتوب بتنزله وانت بتشتغل عليه، بقيس كل الاكتيفيتي تبعتك. يعني على سبيل المثال هذه التاسك متعلقة بالترجمة، ففعليا بقيس لك كم هيت انت عملت على الكيبورد، كم ضغطة انت عملت على الكيبورد. اغلب الوقت انت على شو بتشتغل؟ على برنامج الاوفيس ولا فاتح الفيسبوك يعني على البراوزر تبعك. ففعليا بيقدر انه هو يقيس هاي الشغلة، والزبون ممكن انه هو يراقب الفريلانسر هل فعلا انه فعليا بيقوم بالعمل ولا بيلعب. اوكي. ضايل اخر شغلة اعتقد، اوكي، ضايل اخر شغلة اللي هي الورك روم او التشات، يعني موجودة في اغلب المنصات. الورك روم هي عبارة عن يعني صفحة او يعني اوكي هي صفحة لإدارة الوظائف، من خلالها انه بتقدر انه انت تحكي مع الكلاينت وبتصل لكل الرسائل بينك وبينه وكل الملفات اللي بينك وبينه، ولازم انه انت تستخدمها وتفعلها بشكل فعلي. يعني لازم انه يكون كل الكوميونيكيشن خلال هاي المنصة، ما يعني حاول انه انت اي كلاينت بيحاول يسحبك خارج المنصة انه انت ما ترضى تتعامل معاه، لانه في احتيال كبير في هاي الامور، انه في كتير انه بيستدرجوا فريلانسرز انه هم يعملوا لهم الشغل، وبعد ما يحصلوا الشغل خلاص يعني بيكون في ساعتها انه اخذ اللي بده اياه، وفي النهاية انه انت بتكون ضحية احتيال انه عملت الشغل ببلاش ببساطة شديدة. فبالتالي انه لازم كل الكوميونيكيشن تكون عندك من خلال التشات او الورك روم المخصصة في حسب المنصة، وهناك انت بتسلمه كل الشغل، وهناك بتطلب اجتماعات، وهناك انه بتعمل مكالمات صوتية ومكالمات فيديو. فبالتالي كل الكلام هذا بيكون موثق في حال انه لا سمح الله صار نزاع معين، انه المنصة انه بتقدر انه هي تعمل تتبع لهاي الاشياء وتقدر انه هي تساعدك. لكن لو سحبك برا، حكيت معاه على السكايب وسلمته الشغل على الجوجل درايف، خلاص كل سنة وانت طيب، يعني بعوض عليك الله. فهاي الشغلة كتير مهمة انه انت تاخد بالك منها. يعني طبعا هذا الكلام مش منصة أبورك بس، كل المنصات انه في إلها يعني ادوات خاصة للتعامل مع الكلاينت وتسلم الشغل كله من خلالها. طيب الآن الورك روم إيش المهام تبعتها؟ إنه أنت تتواصل مع صاحب المشروع من خلال التشات، ممكن تطلب اجتماع صوت أو فيديو زي ما وضحت لك هنا. أيوه صار لك صوت وفيديو، تمام. ممكن ترفع له ملفات المشروع، ممكن إنه تحكي له إنه جزء من العمل أو مايلستون أو العمل كله إنه تم، إنه يعني تم إنجازه. ممكن ترسل له تقارير عن حالة المشروع وهكذا، يعني زي هيك. فخلي كل الشغل هذا كله من خلال المنصة.
اوكي، ده عرض الوظائف على منصة مستقل. احنا اوريدي حكينا عنه سابقا. إيه. اوكي، يعني انت عندك 3 مقاطع، او يعني في جزئية هنا في المشروع كانفاس ديفلوبر. يعني خلينا نحكي على الوظيفة نفسها هذه، لو أنا دخلت لها زي هيك الكانفاس ديفلوبر، ففي عندك جزئيات هاي description، مش كاتب description كتير، تمام؟ هذا التايتل تبع الوظيفة، تمام؟ و يعني بتيجي تحت فئة الفرونت اند ديفلوبمنت، وهي انه الاورز تو بي ديترمند اورلي، وهنا حدد انه هو اقل من شهر. طبعا انت ممكن انه اذا حجم الشغل انه اكثر من ذلك ممكن تكتب له في البروبوزل، هذا الكلام حنحكي عنه، وتحكي له انه لا بيحتاج شهر ونص. فهذه مش انه والله انه خلاص، يعني انه انت بدك تلتزم فيها. و هنا طريقة اختيار الـ يعني الكلاينت كيف بده يختار، انه بده يختار الاكسبرت. I am willing to pay higher rates for the most experienced freelancers. فبالتالي هذا هيك انت يعني في البروبوزل انه انت بتحط سعر، يعني وتحاول انه انت تزود في السعر بدرجة معقولة، لانه طريقة اختياره انه اذا انت كنت فعلا انه انت فعلا عندك الخبرة ومؤهل، هو عنده استعداد انه يدفع لل أعلى ريت لل most experienced freelancer. هذه one time project مش an ongoing project. وهنا ال skills required، إنه skills متعلقة بال front end اللي هي الانيميشن، وكذلك واحدة تانية إنه يعني deliverables، وهنا languages إنه بيحتاج إنه يكون في عندك HTML5، وهنا أقل من 5. هذه جزئية كلها المتعلقة المشروع. هنا حتلاقي في معلومات عن الكلاينت، تمام، وهل هو verified او لا. اعتقد انه اذا انا دخلت بحسابي بتبين انه هو verified ولا لا. اوكي، وفي 6 ريفيورز انه عملوا له ريفيو انه 5 من 5 5 نجمات. فبالتالي هاي كل المعلومات المتعلقة بوظيفة معينة. بينما مستقل على سبيل المثال، خلينا نروح على موضوع التدريب مثلا، دورة خاصة سكراتش، هاي الشرح كله المطلوب، تمام، وحقق يعني حكى لك ايش هي الفئة المستهدفة. فهذا description كتير ممتاز. فهنا حاطط السكيلز، تعليم الكتروني، تعليم تدريس خصوصي، برمجة، تطوير العاب. فبالتالي السكيلز هدول لازم تكون كلها موجودة عندك، تمام. والميزانية المرصودة من 500 ل $100، مدة التنفيذ 15 يوم، متوسط العروض اللي جاية له اللي هم 8 $95. اوكي، فهاي المعلومات اللي موجودة، وين صاحب المشروع، وين المكان تبعه، وانه هو اصلا برضه مستقل وهو مصمم جرافيك، فممكن تعرض معلومات عنه اكتر، تشوف التقييمات تبعته، في عنده تقييمات يعني زي هيك، معدل التوظيف، معدل إكمال المشاريع. هذا هو كفريلانسر. تمام، هاي الشغلات المتعلقة باستعراض المشاريع بالتفصيل، استعرضناها هنا وهنا. الآن كل مرة بتلاقي إنه هو بحكي لك لا تستسلم، واصل العمل، وفي استعراض المشاريع والتقديم عليها وكتابة بروبوزل، تمام. والمرة الجاية إن شاء الله بدنا نحكي على التقدم للمشاريع والوظائف في منصة الفريلانسر. وهيك بيكون خلص درسنا لليوم. يعطيكم العافية.